سهلة بالجميع. غادي يكون هذا الفعل على حسب أول حرف من الاسم ديالك. غادي نبدأ بالمجموعة الأولى واللي كتبدأ الأسماء ديالهم بحرف الباء: تاء، ثاء، جيم، خاء، ذال، زاي، شين، ضاد، ظاء، غين، فاء، قاف، نون، وياء. البنات، أنا تنكون يوميا لايف بالمساء. اللي كتبغي فال خاص لها تنضم لنا على ميزة سوبر شات أو سوبر ستيكر. ممكن تحصلي على فال على حسب السؤال ديالك. فمرحبا بالجميع. فغادي يكون هذا الفال ديالكم المجموعة الأولى، إن شاء الله يكون خير. البنات، كنشوف الأغلبية ما كينتبهوش لشورت فيديو، فكاينين فيديوهات قصيرة كيكونوا فيها الأبراج، فتتكون في لاباغ الفوق كيكون الفيديو، كيكون شورت فيديو، كيكون لايف. فانتوما ضغطوا على شورت فيديو وتستفدوا من القراءات او من توقعات الابراج في هذوك الفيديوهات القصيره. هذا الفال ديال المجموعه الاولى اللي كتبدا الاسماء ديالهم بحرف الباء: تاء، ثاء، جيم، خاء، ذال، زاي، شين، ضاد، ظاء، غين، فاء، قاف، نون، وياء. فبالنسبة للسكن، أنا كنشوف عندكم في القريب فرحة في السكن، يعني يا إما حفل، مناسبة، حاجة سعيدة غادي تكون عندكم في الدار، ويا إما البعض فيكم اللي باغيين يفرحوا على سكن جديد، على عقار، كأن يكون أرض أو محل تجاري، فغادي يكون عندكم هذا الشيء قريبا جدا. اللي كانت البيت ديالهم عليه طاقات سلبية أو العمارة الدار كانوا يعني ما كيخليوكمش فراحة أو ما كنتوش مرتاحين في هذاك السكن ودرتوه رقية أو نظفتوا البيت ديالكم، فالتنظيف هذا غادي يكون جاب الفائدة وغادي تحسوا براحة مستقبلا في هذا السكن اللي انتوما فيه. كنشوف اللي هي كدير طاقات روحانية حتى أنها تحسن الحياة العاطفية ديالها، سواء أدعية، بخور، طقوس، فهذاك الشيء غادي يجي لك بالفائدة هنا، خصوصا البنات اللي ما عندهمش حبيب، فكاين حاجات جديدة غادي تحصل في الحياة ديالكم. الأخريات كنشوف كاين عليكم عين وحسد على الحياة الزوجية أو على الحياة العاطفية. المغتربات كنشوف عندكم هنا حفل أو سهرة غادي تحضروا لها، ف يعني ما ترفضوش هاد العزومة هذه حيت غادي يكون عندكم فيها خير. وكذلك بالنسبة اللي هي في أرض الوطن ديالها، فإلى عرضت عليك شي وحدة أنك تمشي معها لبرا أو أنها تضيفك في برا البلد اللي انت فيه، فسيري، لأن غادي يكون خير في هاد السفرية هذه. بالنسبة لك غادي يكون عندك تفكير كبير، انت المتزوجة فالحمل، وحتى اللي هما متقدمات في السن ومازال ما تزوجوا غادي تبقاي تقولي واش انا مازال غادي يكونوا عندي ولاد او لا. فهذا هو اللي غادي يكون شغل التفكير ديال كل بعض فيكم، غادي يكون شغل التفكير ديالها شخص غاب عليها مده طويله، والبعض فيكم كاين انسان جديد اللي دخل في الحياه ديالك غادي يكون شغل لك البال. اللي كانت خايفه انها تفقد العمل ديالها او يكون عندها طرد او انتقال في العمل وهي ما باغياش هذاك الانتقال او خايفه من الطرد، فكيقول لك ما تخافيش، لان غادي يكون عندك استقرار في هذا العمل او ترسيم في هذا العمل. البعض فيكم غادي يكون عندها اجتماع بخصوص العمل، وكنشوف كذلك هنا اللي هي باغيه، ماشي بحال الاولى اللي كانت باغيه الانتقال وكتقول انا بغيت هذا الانتقال، فحتى انت غادي يكون عندك الانتقال.
الانتقال. اما اللي كانت رافضه الانتقال وباغيه الاستقرار في هذا العمل فلن يكون عندك هذاك الانتقال. اما الاخريات اللي حابين الانتقال فغادي يكون متسهل لك الانتقال. بالنسبه للحب والغراميات، اذا كنتي كتسالي على رجل اسمر قصير القامه، هذا الانسان غادي يكون كيحاول يغير من السلوكيات ديالو، من التعامل ديالو، غادي يكون كيتقرب ليك، غادي يكون كيتودد ليك. هذا الانسان الا كان الزوج ديالك فغادي يكون عندك معاه حمل، او هو غادي يطلب منك انك تحملي منه. هذا الانسان غادي يكون قريب ليك. بالنسبه الى كنتي كتسالي على الاسمر اللي هو متوسط القامه او طويل، هذا الانسان كاين في الحظ ديالك، يعني ما تخافيش انه يتخلى عليك، فمازال كاين لحد الان في الخطه ديالك. انت اللي ما غاديش تكوني مهتمه به، او انت اللي غادي تكوني كتشوفي الاهل ديالك اكثر شيء. حاولي انك ما تسربيش الاسرار ديال هذا الشخص هذا للاهل ديالك ولا للاهل ديالو. حاولي انك تكوني متفهمه معه، ولا عندك شي مشكل ناقشيه معاه مباشره، ما تبقيش تعاودي الاخطاء ديالو او الاسرار ديالو او العيوب ديالو لحد اخر، فانت اللي غادي تكوني خاسره. بالنسبه الى كنتي كتسالي على الابيض اللي هو قصير القامه، هذا الانسان هذا غادي يكون متوتر، غادي يكون نكادي، غادي يكون كيزعف بزاف، نفسيته محطمه، ما غاديش يكون تفاهم، ما غاديش يكون كيقدر يسمعك، فما تكونيش رغايه كثير، ثرثره كثير، مابقيش تعاودي بزاف، مابقيش تهضري بزاف، قولي غير الاساسيات والاشياء اللي هي مهمه، لان ما عندوش طاقه انه يسمع كثره الهضره ديالك. بالنسبه للابيض اللي هو متوسط القامة او طويل، هذا الانسان هذا يعني الخير غادي يكون معاه، تفكيره نقي، غادي يكون كيتواصل معاك، غادي يكون كيغار عليك، غادي يكون كيخاف عليك، فالامور بينك وبينه كتصلح او كتعالج، او اذا كان بيناتكم شوية خلافات او عدم تفاهم فهو الاكثر غادي يكون كيحاول يعالج المواضيع اللي بينك وبينه. بالنسبه لك كنتي كتسالي على الرجل اللي هو حنطي متوسط القامه او طويل، هذا الانسان غادي يكون سلطوي، غادي يكون كيغضب بزاف، غادي يكون كيزعف بزاف، غادي يكون عصبي. هذا الانسان الاهتمام ديالو هو الاموال فقط، فخليه فرحته ما تصدعيش هذه الايام هذه. بالنسبه للحنطي اللي هو قصير القامة، فهاد الانسان هذا غادي يكون كيشوف لك قلبه وعقله معاك، غادي يكون صريح معاك، غادي تكونوا متفاهمين انت وياه، غادي يكون كيبغي يتشاور معاك، ياخذ الراي ديالك. الاهل ديالو غادي يكون قرابين ليك، غادي يكونوا راضيين عليك، هو غادي يكون معجب بك، او غادي يكون كيحبك اكثر واكثر، لانك غادي تكوني قابله الاهل ديالو، او غادي يكونوا يعني تفاهم بينك وبين الاهل ديالو. فكان هذا الفال ديال المجموعه الاولى، وغادي شوفوا المجموعه الثانيه، والمجموعه الثانيه واللي كتبدا الاسماء ديالكم بحرف الالف، الهاء، واو، حاء، دال، راء، سين، صاد، طاء، عين، كاف، لام، وميم. فكما سبق وقلت في الاول، يمكن انتم المجموعه الثانيه ما سمعتوهاش، انا كنكون كندير لايفات يوميا بالمساء، يعني من الساعة 10 أو 9:30 لحد الساعة 1، يعني في هذه الأوقات إلا دخلتوا تلقوني لايف. اللايف فيه ميزة سوبر شات وسوبر ستيكر، أوكي. عن طريق هذه الميزة كتدفعي واحد المبلغ اللي هو رمزي، وكتشوفي الفال ديالك أو التوقعات ديالك أو الحظ ديالك. ممكن تكون نصائح، ممكن تكون إرشادات، توجيه، تحذير، تنبيه، فعلى حساب الاسئله ديالك كيكون الدفع. بغيتي سؤالين فما فوق، فكيكون كذلك حظ للمتفاعلات اللي ما عندهمش طريقه او ما عندهمش هذه الميزه، فممكن انك تحضري، تشاركي، تفعلي مع البنات، ضحك، لعب، جد وحب، وكنكون كنسحب مجانا اوراق الحظ للمتفاعلات. فغادي نشوف لكم الحظ ديالكم المجموعه الثانيه، وان شاء الله يكون حظ خير. هذا الفال ديال المجموعه الثانيه،
تشاؤمية كبيرة عندك، يعني حاولي أنك ما تبقيش تشائمي، ما تفكريش في الماضي، ما تفكريش في الأخطاء، في الحاجات اللي قلقتك في الماضي، اللي ظلمك حد، إلا خدالك حد الحق ديالك، فما تفكريش في الماضي، عيشي الحاضر. أوكي، كاين البعض فيكم اللي غادي تكون خايفة من الطلاق، او حتى لما كتفكري في الزواج، خصوصا هنا العازبات، فكيكون عندك واحد التخوف من الزواج او الزواج وانك تطلقي، فغادي يكون عندك هذا الخوف هذا. كاين هنا البعض اللي غادي تغير السكن ديالها من دولة لدولة، يعني غادي يكون عندك رحيل كامل من دولة لدولة. شوية غادي يكون عندك مشاكل بخصوص السكن، او ما غاديش تكوني مرتاحة في السكن. العين والحسد على العمل ديالك او على الدراسة، كاين شوية ديال العين والحسد ومتبوعة. كاين هنا فرحة على حاجة غالية، فممكن تفرحي على شراء سيارة، حاجة إلكترونية كهربائية، لابتوب، موبايل، حاجة اللي هي غالية غادي تفرحي عليها في القريب العاجل. البعض فيكم الأهل ديالكم كيتدخلوا لكم في الحياة ديالكم، وهذا الأمر هذا خاطئ، لأن التدخل ديالهم والسماع ليهم غادي تخسروا الحياة ديالكم. فإلا كنتي كتحبي شي حد ومتفاهمة معاه ومتوافقة معاه، فهذيك الحياة ديالك، وانت حرة في الحياة ديالك، فما تحاوليش ترضي الناس على مصلحة نفسك، يعني تعيشي للسعادة ديالهم ماشي للسعادة ديالك، فستندمين مستقبلا. البعض فيكم هنا، وخصوصا اللي ما عندهمش حبيب، كنتي أرملة، كنتي مطلقة، كنتي عازبة وما عندكش حبيب في الوقت الراهن، فكاين زواج ولا ترفضيه، لأن عرض زواج اللي غادي يكون عندك فيه خير، وإن رفضتيه ستندمي الندم الكبير طول حياتك، هي فرصة العمر. بالنسبة للحب والغرام، إذا كنتي كتسألي على رجل أسمر قصير القامة، هذا الإنسان هذا غادي يكون قريب منك، غادي يكون باغي يظهر معك، يفرح معك، يتصل بك. هذا الإنسان إذا كنتي كتنتظري اتصال، الصلح غادي يكون صلح، زواج، خطوبة معاه، غادي يكون فوز نصر مع هذا السيد، غادي يكون عندك أمور جيدة مع هذا الإنسان هذا. كذلك كنشوف كلكم، يعني بالنسبة للحظوظ، غادي تكونوا محظوظين في الأمور القانونية، أو إذا كنتو كتنتظروا أموال عن طريق محامي أو رجل إداري ستصلكم تلك الأموال. إذا بالنسبة للأسمر اللي هو متوسط القامة أو طويل، هذا الإنسان هذا غادي يكون بعيد عليك، غادي يكون كيغار، غادي يخلق لك مشاكل، غادي يكون سلطوي، غادي يكون كيتعصب، غادي يكون كيغضب، غادي يكون ممكن حتى يكون كيراقبك أو كيشك فيك. فهذا الإنسان هذا ردي بالك انك تخونيه، ردي بالك اذا كنتي عاملة او موظفة تكوني كتخرجي مع شي واحد فراغ، غادي يكون كيراقبك. اوكي، العصبية والسلطوية اللي هي غادي تكون كتميز هذا الشخص هذا. بالنسبة للرجل الابيض المتوسط القامة او الطويل، نفسيته غادي تكون مدمرة، تعبان، ما غاديش يكون كيحس بالراحة في البيت. اذا كان الزوج ديالك هذا، غادي يكون دائما كيبغي يهرب، او دائما غادي يكون كيبغي يخرج من هذا الدار، او ما غاديش يكون مرتاح معاك، وغادي يكون كيغار عليك وانتي زايدة كتهربي عليه. فردي بالك انك تخوني هذا السيد هذا، لان ما غاديش تلقاي بحاله، او هذا الانسان حاولي انك تقربي منه، انك تفهميه، انك تناقشي معاه الموضوع، فما تهربيش وتخلي المواضيع او الامر ديالكم يزيد يتعقد اكثر واكثر. فردي بالك انك تخونيه، ردي بالك انك تغشيه. ما كانش عاجبك هذا الشخص هذا، حط النقط على الحروف، عالجي المواضيع ديالك معاه، ووضحي ليه الامور، وما تخليهش معلق هذا الانسان هذا. بالنسبه للابيض اللي هو قصير، هذا الانسان الا كان بيناتكم بلوك، البلوك غادي تفك، هذا الانسان غادي يكون كثير الاتصال بك، هذا الانسان دماغه او الفكر ديالو غادي يكون نقي، هذا الانسان طموحاته انه يرضيك، انه يعيش معك السعاده، غادي يكون معاه خطوبه، زواج، او فرحه على حاجه كبيره. فالانسان هذا فيه خير لك، حتى اذا كان هذا الانسان كنتي خايفه وكتقولي يقدر يكون مع وحده اخرى، حتى اذا كانت عنده وحده اخرى وكانت كتسحر ليه او كانت كدير ليه الجلب، فهو مازال كيبغيك هذا الشخص،
فحاولي تقربي منه اكثر واكثر. الا كنتي كتسالي على رجل حنطي متوسط القامه او طويل، هذا الانسان هذا انا تنشوف كاينه مراه اخرى في حياته، كيهضر معاها، كاين بيناتهم امور ايجابيه، لا ادري ما بينيش هاد الانسان واش بنته واش اختو واش وحده من العائله ولا حبيبه ولا زوجه ديالو هاد الانسان هادي. على العموم هو كيقول لك هاد الانسان نيتو صافيه من جهتك وقلبو ابيض من جهتك، هاد الانسان ايه تيبغيك ولكن مغير او طريقه التعامل ديالك معاه ما بقاتش كتعجبو، او لما كتقولي له امي قالت لي اختي قالت لي الاهل ديالك، فهنا كيبقى يتوتر او ما كيعجبوش الحال هذا الشخص. هذا الشخص الا تقربتي منه طلبتي السماح هضرتي معاه راه غادي يرجع لك، ما كنتيش انتي السباقه في التواصل معاه فغادي يخليك كتعذبي كيما انتي. بالنسبه للاسمر اللي هو قصير القامه، اذا كان هذا الطريق ديالك الرجوع معاه كاين الاخريات، هذا الانسان جيد ممتاز، اما غادي يعزمك لمقهى او مطعم او غادي يكون لمه شمل بينك وبينه او غادي يكون صدق، وغادي يكون هذا الانسان هذا كتاب مفتوح وواضح قدامك. والبعض فيكم كاين معك هذا الانسان اللي هو حنطي قصير القامه راه باغي يتلاقى معك وباغي يهضر معك ونيته صافيه. فكان هذا الفال ديالكم المجموعه الثانيه، نخليكم على خير، تهلاو في راسكم، تلاقاو ان شاء الله في الاخر جديد، وباي باي.